نادية مبروك العيد. انا بس هتكيا بس خالتي تاعي يا هذاك هذاك شريحه هذا راه فيديو هذا شكون وقفته اه ماما بنت عمتها كاس مغربي محسن هاتا محسن انت هي كيبقى في البنت كاس سنين قلت هاتا محسن حقك اهلا هاتا محسن حقك عيد مبروك عليكم العيد والله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر وباش ما تمنيتوا البنيات ديالي والله يحفظكم ليا انا كنبارك ليكم وتبارك الله عليكم واليوم نهار جديد وفيديو جديد خليكم معايا ان شاء الله عندي 10 ديال الدجاجات رحنا مجموعين عيالات الويسي وعدوسي وداك الشيء كنجمعوا عدا واليوم راه غادي نديروا الغداء عندي 10 ديال الدجاجات وتابعوا المقادير من الاول ان شاء الله اللي حتى الاخر باش انتم معايا ندير ربيع اول الاول اصبر المعدنوس جوج معالق كبار مازال غادي نزيد في الاخر عندي الثومه عندي الحامض مصير والهريسه عندي اللي يجيكم الحامض كثير عندي الدجاج بزاف عندي السمن معلقه كبيره عندي الابزار جوج معالق ونص عندي الخرقوم جوج معالق عندي سكنجبير تما جوج معالق عندي ضامة ديال الزعفران عندي 4 ضامة الزعفران عندي كنور ديال الدجاج جوجات وبسيبيسة والقرفة غنخليهم حتى الاخر غادي نصب هذا غادي نديرها عندي الماء الزيت غنخليه حتى الاخر حتى يتشحر الدجاج بسم الله على بركة الله ها ما درك العطريه غادي نجيبو الدجاج ديالنا وغندخلو فيه العطريه يجيكم شويه الصداع مع راكينين العائله وداك الشيء سمحوا لي ماشي عاد بوحدي في الدار ضروري ملي كنكونوا مجموعين راه كاين الوليدات نقاو مع الطريقه بحال هكا اللي تم دخلوا الدجاج فيه العطريه مزيان دابا غادي نمشي معاه كله هكا دابا راه غادي نقطع الفيديو باش ما يجيكمش طويل كما كتشوفوا البنيات ديالي دابا ها هما درت العطريه ودابا غادي نردهم باش يطيبوا غادي نطوي الماء راه درت الماء في الاول صافي ودابا غادي نردو يتشحر وسمحوا لي بنياتي دابا غندير البصله ندير جوج تاع البصله
دابا انا غادي ندير الطرطه بيدات وغندير السيبيسه مشاركه معكم البنيات ديالي مشاركه معكم الدجاج، ولكن ضروري خصني نشارك معكم الجماعه ديالنا ديال العيد والاحتفال ديالنا كنجمعوا مع العائله كنكونوا فرحانين باش فرحوا معنا البنيات ديالنا. نحطكم ليا الزيت، عندي كاس تاع الزيت، ديال الزيت نص كاس زيت الزيتون، نص كاس زيت ديال المائده، غنخلي شويه تدخل عطريه في الدجاج وغنخليكم معايا ان شاء الله. عاد ندير الزيت دابا حنا غنغطيو عليه ونخليه يطيب. دابا عندي هنا جوج كيلو تاع السبكة، عندي جوج كيلو ديال السبكة، جوج ونص ديال السبكة. دابا غادي نبرز باش ندير لهم الزيت. هذا هو الدجاج ديالنا كتشوفوا فيه. دابا يلا في جبدتهم الفران، هذا هو الدجاج ديالنا اللي طاب ثم حمر كما كتشوفوا البنيات ديالي، هذا هو الدجاج ديالنا، ها هو طاب ثم خليكم معايا هانتوما البنيات ديالي، هذا هو التفصيل. يلا خليكم معايا ان شاء الله نكمل الزيت مع زرباني راه دار بحال الشهور ضرهم الجوع تعطلنا عليهم. لا واخا على شافو افرح سمعوا جيري ليا سمعوا ضرهم الجوع. قربت يعني هاتي هذا تقدري على خاطر ولي شلطه يا طيب منك.
طبعاً احنا دمينا صافي. هاي كل شيء. بس مسحي الطبسيلة غادي يشوفوا لك ووفخ.